بمحاذاة سوق الجملة للدواجن هنا بالحي المحمدي، اختار باعة الدجاج حافة الطريق نقطة بيع مكان يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية. وإن كان السوق يلبي حاجيات ومتطلبات الساكنة، فإن خطر التلوث وانتشار الأمراض يبقى واردا. كاين الضم في السوق، ما هاد البلاصة اللي حاطين فيها دابا ماشي هي هذيك، حاطين في الشارع دابا. وكيجيو الطوموبيلات مزاحمين مع الشارع، كيضربونا بيدينا بالمرايات. والصراحة اختي هادي مكرفسين في هاد الغوطة، حنا مضيقين والشمس كضرب فينا، تجي الشغلة تكرفسنا بزاف ديال الحوايج. الصراحة هادي راه شحال هما خدامين في السوق كيصايبوا فيه، باقي ما بغاوش يديروا معنا حتى حل. مشروع سوق الجملة خصصت له كلفة مالية قدرت ب 8600 ألف درهم، يستقبل 60 طنا من الدواجن في اليوم من مختلف أنحاء المغرب. المشروع أعلن السنة الفارطة فيما طاله الانتظار. قال لك سي غنصوبوا لكم بلايصكم في الجهه اللي من لهيه، حنا كنتسناو باقي ما صوبوش لينا الوعود بلا بلا حتى شي حاجه. اما دابا 8 شهور الاشغال ستتم ان شاء الله في نهايه هاد السنه. كاينه حاجه اخرى، هو انه هذا المارشي الدجاج هو سوق الجمله، هو اللي رسمي ودار في واحد المكان جانب السوق وبواحد الحائط غادي يديروا شي ديال التقسيط. هذا ديال التقسيط غادي يكون متابع حسب المعلومات ديالنا، غيكون متابع من طرف مقاطعه ديال الحي المحمدي. اشغال تهيئه سوق الجمله منتهاها السنه الجاريه، بائع الدجاج بالتقسيط يامنون ان يشملهم المشروع، لعل بذلك يتم التخفيف من ضعف التنظيم في الانتاج والتسويق.